الفيديو ده مخصوص للبنات، وعشمان في ربنا ان الفيديو ده يأثر في بنت واحدة بس. تخيلي كده انك واقفة قدام المراية بتجهزي الفرح واحدة صاحبتك وعايشة حياتك على الاخر، مرة واحدة باب البيت خبط توك توك توك، فانت تقولي مين؟ فالصوت من بره يرد عليك ويقولك انا رسول الله، فانت تفرحي قوي، ايه ده انا بحبك، انا كان نفسي اشوفك من زمان، انا والله بحبك جدا. فتجري علشان تفتح الباب لرسول الله، تفتكري انك لابسه لبس ما ينفعش انك تقابلي بيه رسول الله، وما ينفعش ان الرسول يشوفك باللبس ده اصلا. فترجعي تجري على اوضتك علشان تغيري لبسك، فتفتكري ان لبسك كله نفس الشكل ده وما عندكيش اي حاجة عدلة تتلبس،